هو أقرب إلى القلب من وردة، وردة تحمل دلالة خاصة. فعلى سبيل المثال، الأحمر يرمز إلى الحب، والأصفر إلى الدفء، والأبيض إلى البراءة. أما هذه فهي لكم، تحمل نصيبكم من السعادة. عادة ما نبحث عن الباعث الحقيقي للبهجة في نفوسنا كل صباح، لنجد الزهور بألوانها الخلابة ورائحتها الطيبة مقصدنا. فهي حاضرة بكثافة في المعرض السنوي الأكبر والأقدم في الشرق الأوسط للزهور، والمقام مساحته على 30 فدان في حديقة الأرماض. والله المعرض يعني لأهمية كبيرة جدا، لأنه بيخدم قطاع الزينة في مصر، بيخدم العارضين وفي نفس الوقت بيخدم الجمهور، من ناحية أن العارضين بيقدروا يعرضوا منتجاتهم الخاصة بيهم بالتنوع بتاعها. المهتمون بنباتات الزينة بأنواعها المختلفة يجدوا متنفسا حقيقيا في المعرض، فهناك أكثر من 1200 نوعا من نباتات الزينة بأنواعها المختلفة كالجهنمية وكاليوس، ونباتات الظل وهي جاردينيا كوردالين، وأنواع النخيل كالملوكي ولاتانيا وغيرها من النباتات. وأنا كل سنة باجي هنا المعرض علشان يعني أصور، علشان أنا الزهور هنا كلها هتبقى حلوة قوي. أنا بلف بقالي بتاع ساعة ونص، كمية الاختيار كبيرة جدا، واللي اخترت حاجات تناسب الأماكن الضيقة اللي عندي، كشقة تناسب جنينة عندي صغيرة قادر أحطها في مدخل البيت. بحب زهرة الصبار جدا، الصبار بكل أنواعه، وورد القطيفة بحبه جدا، شكله مبهج قوي بألوانه. وبس يعني هو أصلا الورد بالنسبة لي حاجة يعني أنا بحبه قوي. المعرض شهد إقبالا مكثفا من المهتمين بقطاع الزهور، حيث لاقت الزهور بأنواعها استحسانا كبيرا منهم. المجهود اللي احنا بذلناه ده كله والتنسيقات والحاجات دي، وان احنا نوفر الحاجات دي في مكان محترم زي كده متاح للجمهور كله انه يخش ويبص ويتفرج براحته ويشتري اللي هو عايزه ويتسوق وهو مرتاح. المعرض يعد ملتقى المتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين في المعرض. برنامج هذا الصباح، ولاء الحديني، النيل.